صدر القرار الأميري السامي سنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري. طبعاً دور الهيئة يتركز في تحفيز القطاع وكذلك تنظيم القطاع العقاري. طبعاً أهم المبادرات اللي احنا إن شاء الله نحاول أن نفعلها في سنة 2024 اللي هي المنصة العقارية، لجنة الفصل في المنازعات العقارية، كذلك بيكون عندنا إنشاء استراتيجية الهيئة العقارية، وراح يكون عندنا كذلك المنتدى العقاري لسنة 2024. أما بالنسبة للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي، كانت فرصة جيدة أن نبين للعالم دور الهيئة بعد إطلاقها في 2023، وكذلك تحفيز المستثمرين على الاستثمار في الدولة. طبعاً إحنا الحمد لله كبنية تحتية كاملة تم إنجازها بأعلى المعايير، وهذا بفضل طبعاً القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة اللي عند سمو الأمير الله يحفظه، وكذلك مجلس الوزراء الموقر أن في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وخطة قطر 2030. وطبعاً إحنا دورنا كهيئة التنظيم العقاري هي تسهيل العملية، وهي جذب المستثمرين، وهي نكون إحنا شريك للقطاع الخاص وللمستثمرين للوصول للأهداف المستهدفات اللي إحنا حاطينها للقطاع العقاري.